Welcome to my channel. Today we'll have a new lesson for middle one and our lesson about matter and its characteristics. And in this lesson we'll talk about matter, mass, volume, color, taste, smell, and density. Okay, let's go. في كم تعريف كده أخذناهم قبل كده مطر وماس وفوليوم هيفيدونا كده ايه في درسنا فبناخد فكرة عنه. مطر كان تعريفها everything has mass and volume، أي حاجة عندها كتلة وحجم يطلع عليها مطر. or everything has mass and occupies a space، أو أي حاجة عندها كتلة وبتشغل مكان، يعني شال كلمة فوليوم وحط مكانها أوتروبايز أسبيس بتشغل مكان. يبقى أي حاجة حوالينا هلاقي إيه إنها مطر، لأن أي حاجة حوالينا فيها ماس وفيها كتلة. طب الماس واحدة the amount of matter that the object contains أو that the body contains، يعني كمية المادة اللي الجسم بيحتويها. بجيب كتلة خضار فاكهة أو إيه، لما احطها على الميزان عشان يجيب لي الماس يعرفني هي فيها amount of matter، فيها كمية مادة قد ايه. عندنا من ضمن الموازين اللي كان كنت بقيس بيها الماس measured by sensitive balance. sensitive balance اللي هو الميزان الحساس، ينفع ليه chemicals وينفع ليه jewels المجوهرات والمواد الكيميائية. واليونت بتاعها للماس كيلوغرام وجرام. كيلوغرام ده للحاجات التقيلة fruit and vegetables، وجرام for chemicals and jewels. volume اللي هو الحجم the space that a substance occupies، الفراغ المساحة اللي ليه المادة تشغلها أو الحاجة الشيء ده يشغله. يعني عندك ترابيزة كانت فاضية حطيت عليها كتبك وحدتك ما بقتش فاضية، ليه؟ الكتب بتاعتك ايه أخدت المكان ده، كانت في سبيس على الترابيزة. السبستانس المادة الشيء اللي انت حطيته عليها ده اوكيوبايد شغلها فما بقتش فاضية. طب بتتقاس ازاي؟ يعني من الحاجة العامة بتاعتها ميجر باي جرادويتد سلندر، كنا بناخد فيه طريقة تانية لو هي ريجولار شيب. احنا عندنا هنا انها جرادويتد سلندر اللي هو المخبار المدرج، لان ده اللي هنستعمله واحنا بنحسب الدنسيتي بتاعت الاجسام. طيب اليونت ملي لتر او لتر او كيوبيك سنتيمتر، يعني يا لتر يا ملي لتر او كيوبيك سنتيمتر حسب ما جينا في المسألة. طيب دي كانت ايه مقدمة عن درسنا. طيب درسنا بقى عن ايه properties of matter، خصائص المادة. هقسمها النوعين، اول نوع physical properties خصائص فيزيائية، يعني مش محتاجة معاناة كتير من بره كده ممكن اعرف الفيزيكال بتاعتها. ايه الفيزيكال ده زي ايه؟ نمبر 1 color اللون، تيست اند سميل تيست الطعم وسميل الرائحة، فدي حاجات خارجية مش هتتعب فيها. في density ودي موضوعها حلو كده وفي مسائل عليها اللي هي الكثافة. melting point خطوة قبل كده درجة الانصهار، boiling point درجة الغليان، hardness الصلابة يعني الحاجة دي ناشفة طرية، electric conductivity توصيل الكهرباء، والثيرمال أو heat conductivity توصيل الحرارة. كل دول بقول عليهم physical properties. وعندي chemical properties خصائص كيميائية. تعرف the ability of metal to react with oxygen، يعني قدرة الميتال انها تدفع مع اكسجين وتصدي راست. in presence of water في وجود المية، زي كما بتشوف الحديد مثلا بعد مدة تلاقيه صدى، سلك المواعين بيصدي ليه؟ لان دخل عليه اكسجين ووتر. فدي ليه تعريف ليه الكيميكال بروبرتيز. يعني ناخد لها حاجة واحدة
وناخد الـ7 بتوع فيزيكال بروبرتيز. طبعا مش كلهم النهارده، فهنشوف على قد ما نقدر هناخد ايه. طيب نمبر 1 color taste smell. We distinguish، يعني ممكن نميز between gold silver iron by their، عندي gold وسيلفر وايرن، ممكن اعرف الداتا دول من بعض ازاي؟ هل بكالر ولا تيست ولا سميل؟ هتشوف لونهم ولا طعمهم ولا ريحتهم؟ حاجة بديهية كده من لونهم، من اللون ده يبان ده عن ده، يبقى باي كالر. طيب we distinguish between salt sugar flour by their، السولت الملح، شوجر السكر، وفلور الدقيق. أميز التلاتة دول عن بعض ازاي؟ تلاتة لونهم أبيض، أعرفهم من بعض ازاي؟ بطعمهم، their taste. طيب we distinguish between perfume and vinegar by their، عند vinegar الخل، و perfume في بيبقى لونه شفاف كده وفي متغير لونه أصفر أو ايه حسب النوع بتاعه، لكن عامة أعرف الخل من البرفيوم ازاي؟ بالريحة بتاعته، زير سميل. طب في حاجة دي سهلة، فممكن يجيب لك أمثلة تانية غير دي، يقول لك تعرفهم من بعض ازاي. طيب some substances have no smell no color and no taste، في بعض المواد ولا لون ولا طعم ولا ريحة، تفتكر زي ايه؟ حاجة ولا لون ولا طعم ولا ريحة، ما نقدرش نعيش من غيرها. الووتر، الووتر لو ليها طعم او ليها ريحة يبقى دي كده في حاجة تلوث، في كلور، في حاجة زيادة عن المية العادية، لكن المفروض المية ولا لون ولا طعم ولا ريحة. طيب دي اول بروبرتيز. طيب density بقى، وركز معايا في density عشان دي موالها ايه كبير، ودي معظم الفيديو بتاع النهارده هيبقى عنها. density اللي هي الكثافة، ايه الكثافة دي؟ the mass of unit volume of matter or the mass of 1 cubic centimeter of matter، يعني كتلة وحدة الحجم من المادة أو كتلة 1 cubic centimeter من المادة. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. طب نمشي شوية كده وهتعرف يعني ايه. هي علاقة ما بين الماس والفوليوم، علاقة ما بين الماس والفوليوم اللي احنا خدنا تعريفهم من شوية. طيب ايه القانون؟ خدنا قبل كده مثلث او الشكل اللي يعجبك، المهم ان انت بتحط التلاتة فيه مع بعض، دي density ام ماس في فوليوم. طيب لو انا عايز اجيب الدنسيتي، الحاجة اللي ببقى عاوز اجيبها بخبيها، اخبي الدي يبقى فاضل عندي الام والفي. طب دول فوق بعض ولا جنب بعض؟ فوق بعض، يبقى ماس ديفايدد فوليوم. لو انا عايز اجيب الدنسيتي يبقى هعمل ماس ديفايدد فوليوم. طب عايز الفوليوم اخبيها، يبقى ماس ديفايدد دنسيتي. طب عايز الماس اخبيه، يبقى الدنسيتي والفوليوم والاتنين دول جنب بعض يبقى بعملهم تايمز بعض. طيب اليونتس بتاعتي بقى اللي انا بستعملها، الماس كان عندي كيلو جرام وجرام، نحاول نخليها جرام، يعني لو جاتلي بالكيلو اخليها بالجرام. طب ازاي؟ ان كيلو جرام في 1000 جرام، هعمل تايمز 1000 عشان تطلع بالجرام. طب الفوليوم في مللتر، هو كيوبيك سنتيمتر، مللتر هو كيوبيك سنتيمتر، يبقى الدنسيتي اللي هي equal mass divided volume، يبقى هتطلع باليونت بتاع الماس divided اليونت بتاع الفوليوم، يعني هعمل جرام divided cubic centimeter، فيبقى الناتج بتاع الدنسيتي اليونت بتاعتها هقول جرام بير cubic centimeter، جرام بير cubic centimeter، ملهاش اسم تالت يعني. يعني مش هنا يبقى جرام وكيوبيك سنتيمتر وهنا يبقى ليها اسم تالت، لا هي جرام منهم هما الاتنين، عملت جرام على كيوبيك سنتيمتر فطلعت جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طيب لو جبت مسمار نيل، وود، خشب، اويل، زيت، كورك، فلين اللي هو الفل اللي بيغطوا بيه التلفزيونات او الأجهزة، ايس، التلج، واحطهم في بيكر في ووتر،
ولو كوين كمان عملات معدنية، حط اي حاجة كده في حوض فيه مية وشوف. طب هيحصل ايه؟ قالك ممكن يبان لي بالشكل ده كده. ايه الشكل ده اللي انا شايفه؟ ان عندي نيل كوين سينتين ووتر، النيل المسمار والكوين العملة المعدنية سينتين ووتر هيختصوا في المية. أما ليه بقى؟ طب والباقي الأيس، أيس تيوب والأويل والوود والكورك، كل الحاجات دي طلعت فوق المية. طب ليه؟ ليه في حاجات سينك ان ووتر وحاجات فلوت اون ووتر يطفو فوق المية؟ قالك ايه؟ ذا نيل كوين ار دنسر ذان ووتر، يعني هاز مور دنسيتي ذان ووتر. يعني لو حسبت الدنسيتي بتاعت الووتر بوان، دي هي الدنسيتي دي بتبقى حاجة ثابتة، رقم ثابت، فالدنسيتي بتاعت الووتر وان. طيب بالعقل كده، لو انت مثلا يعني الوزن بتاعك 60 كيلو، تقدر تشيل حاجة 120 كيلو؟ صعب. فدي كده الدنسيتي بتاعت الووتر وان، ما تقدرش تشيل الأكتر من وان. يعني النيل والكوين الدنسيتي بتاعتهم مور ذان وان، عشان كده المية ما قدرتش تشيلهم فوقعوا في المية. طب الايس والوود والكورك والاويل less dense than water، يعني less density than water، اقل من 1، عشان كده المية قدرت تشيلهم فطلعوا على وش المية. عشان كده المركب بتعمل من وود، واللي مركب حديد، لان المركب لو حديد هتختص في المية. وود ووعد الوود بقى ركب فوق بقى اللي انت عايزه، عشان كده لو جبل تلج ولا حاجة بيتخرم، لكن لو حديد كان هيتطبق وبس. فالبادي بتاع المركب بيبقى وود، لان الوود الدنسيتي بتاعته اقل من الميه، فلوت اون ووتر. طيب قبل ما نخش في البروبلم دي، عايزين نشوف حاجه كده، ايه، نتاكد من المعلومه اللي احنا بنقولها. لو انا عندي هنا شويه مكعبات كده من مواد مش عارفها، وعندي حوض فيه ميه، فمثلا المكعب الاولاني ده جيت احطه على الميزان، اجيب الماس بتاعه، طلع ايه؟ 65.14 كيلوغرام. طيب ده ليه ماس؟ وعند المية دي حطيته في المية، نزل تحت، كانت المية 100 لتر، دلوقتي بقى 103.38 لتر. يعني ليه الحاجة دي لما اتحطت رفعت المية كام؟ رفعت حجم المية 3 وشوية لتر. لما اعمل الماس ديفايدد الفوليوم طلع لي 19.3. معنى كده من الجدول ده ان ايه؟ ان المادة دي جولد. يبقى لما اعمل ماس ديفايدد فوليوم يجيب لي الدنسيتي، والرقم بتاع الدنسيتي ده ثابت للمادة. طب نشوف المادة دي هتطلع ايه. الماس بتاعها 0.65 كيلوغرام، ده الماس. عشان اجيب الدنسيتي واعرف المادة دي ايه، هجيب الماس ديفايدد الفوليوم. طب الفوليوم بتاعها هجيبه ازاي؟ كان الاول 100 لتر، المية عليت لكام؟ 100.64. يبقى لما اعمل ده ديفايد ده يطلع 1، ده بتاع مين؟ ده الوتر، يبقى دي المية. طب نجرب مادة تانية، نشيل دي من الحوض ونحط مادة E. الماس 3.53 كيلوغرام. واللي بقى هنعمل ايه عشان اعرف دي ايه؟ احطها في الايه، حوض المية، واشوف هيطلع كام، واعمل ديفايدد عيلة كام؟ 1 لتر. دي كانت 100 بقت 101، يبقى هعمل ده ديفايدد 1 يطلع نفس الرقم. ده يبقى مادة ايه دي؟ دايموند الماس. يبقى انا بقدر اعرف المادة بايه؟ بجيب الدنسيتي بتاعتها، اجيب الماس واجيب الفوليوم واعملهم ديفايدد بعض، يطلع لي الدنسيتي واقدر اتعرف على المادة. نشوف البروبلم بتاعتنا بقى. An object mass is 50 gram. The volume was 25 cubic centimeter. Can you find through calculations if this object floats or sinks in water? بيقولك احسب لي كده، هل ده هيختص ولا يطلع فوق المية؟ اعرف منين؟ لازم اجيب الدنسيتي بتاعته. فهو من غير ما يقولك مطلوب الدنسيتي،
عشان اعرف سينت اور فلوت يبقى لازم اجيب الدنسيتي. طب اجيب الدنسيتي ازاي؟ مين الكولوم بتاعي؟ الدنسيتي equal mass divided volume. عندي الماس كام؟ 50 جرام والفوليوم 25، يبقى هعمل 50 divided 25 يطلع 2 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب طلع 2، يبقى ده سينك ولا فلوت؟ هي ال 1 الووتر ب 1 ده طلع 2، المية تقدر تشيله؟ لا، يبقى سينك ان ووتر. لو ده لدي بريزو ليه it sinks in water؟ because the density of this matter is more than water، لأن الكثافة بتاعته أكبر من المية. طيب problem 3. In an experiment we found that the mass of empty beaker 75 gram. يعني البيتر ده لو فاضي، البيتر ده وهو فاضي الماس بتاعه 75 جرام. The mass of the beaker containing the liquid، لو جبنا liquid وحطيناه فيه طلع الماس بتاع اللي يدور السلندر بالليكويد اللي جواه 135 جرام. الفوليوم بتاع الليكويد اللي انا حطيته وصل ل 100 كيوبيك سنتيمتر. عايز الدنسيتي اوف ذا ليكويد. الدنسيتي عشان اجيب الدنسيتي عايز ماس اوف ليكويد وفوليوم اوف ليكويد. عايز الماس والفوليوم. طب انا عندي في المسألة هنا في هنا جرام وجرام وكيوبيك سنتيمتر، طب استعمل مين فيهم؟ واحد يقول لي ما جرام وجرام ده بتاع الماس، طب استعمل ده ولا ده؟ مين فيهم ماس اوف ليكويد؟ هو ولا ده ولا ده. ليه؟ ده بتاع البيتر جدول السلندر او البيتر، و 135 ده بتاع الليكويد والبيتر، يعني ده بتاع الليكويد والبيتر الاتنين مع بعض. طب انا عايز الليكويد بس، يبقى لازم الاول اعمل لهم ماينس بعض عشان ايه اوصل للليكويد بس. يبقى اعمل 135 ماينس 75 يطلع 6 جرام. ده كده ماس اوف ليكويد. طب فين فوليوم اوف ليكويد؟ راجع يلا اهو 100 كيوبيك سنتيمتر. يبقى عندي الماس والفوليوم، اجيب الدنسيتي ازاي؟ ماس ديفايدد فوليوم، يبقى 60 ديفايدد 100 يطلع 0.6 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. في حاجة دي؟ طيب هو مش طالب بس تفتكر ده سينك ولا فلوت لو حطيناه في ميه؟ 0.6 الدنسيتي بتاعته يعني less than 1، ده كده معناه ان هو اقل من 1، يبقى الميه تقدر تشيله ولا لا؟ تقدر، يبقى ده ايه؟ فلوت اون ووتر. طب واي زي دي بريزون بالونز فيلد ويز هيليوم رايز ابوردز. ليه البالونات اللي فيها هيليوم بتاعت عيد الميلاد دي بقى بتاع زمان الماتشات وكان بيحطوا ايه اعلام مصر وبتاع ببالونات هيليوم، ليه الهيليوم بيطلع لفوق؟ هي نفس فكرة المية، ليه الليكويد ده اللي فات ده كان هيطلع فوق المية؟ عشان الدنسيتي بتاعته أقل من المية، فليه الهيليوم بقى لما بملف بالونة بتطلع البالونة فوق؟ لأن الهيليوم ده الدنسيتي بتاعته أقل من الاير، أقل من الهواء. because the density of helium is less than that of air، أقل من الهواء. burning oil، flaming petroleum oil are not extinguished with water. طب ليه لما الزيت بيتحرق أو بترول بيولع بتاع لما ينفعش تطفيه بالمية؟ يعني لو عندكم في البيت كده الزيت بيولع، ماما حاطة أي طاسة فيها زيت ونسيتها على النار والزيت بيولع، تحط عليها مية؟ قالت لا ما تحطش عليها مية. طب ليه؟ احنا خدنا في التجربة الأولانية الأويل كان سينك ولا فلوت؟ الزيت ده ايه؟ فلوت ونقطة بيعوم على المية، يبقى مع كده انت لو حطيت مية المية هتنزل تحت الحريقة والزيت يفضل ولع فوق، يبقى كده انت مطفيتش الحريقة، انت رفعت الحريقة لفوق لكن مطفيتهاش. يبقى because the density of oil is less than water so oil floats on water and keeps burning، يبقى الزيت هيطلع فوق المية ويفضل ولع.
each volume of different substances have different masses. يعني لو عندي حاجتين الفوليوم بتاعهم قد بعض بس مواد مختلفة، ليه الماس بتاعهم يطلع مختلف؟ يعني جبت مقلمة قماش ومقلمة صفيح، الاتنين نفس الشكل ونفس الحجم، طب ليه الماس بيطلع مختلف؟ ممكن تجيب لك السؤال بطريقة تانية: equal masses of different substances have different volumes. كيلو طماطم وكيلو قش، ليه الفوليوم بتاعهم مش قد بعض؟ ليه ما بياخدوش نفس المكان؟ ليه كيلو القش هياخد مكان كبير وكيلو طماطم ياخد حتة صغيرة؟ اللي السؤالين ليهم نفس الإجابة، لأن الدنسيتي بتاعتهم مختلفة، because they have different densities، ليهم كثافات مختلفة. What is meant by the density of iron is 7.8 gram per cubic centimeter؟ ايه معنى ان الكثافة بتاعة الايرن بالرقم ده؟ هو شبه define، لكن بحاول احط الرقم ده فيه، مش بحاول، هو لازم احط الرقم ده فيه. ايه معنى ان الدنسيتي بتاعة الايرن بالرقم ده؟ من التعريف اللي قلناه بتاع الدنسيتي، the mass of 1 cubic centimeter of iron equal 7.8 جرام. يعني الرقم ده، يعني خد قاعدة كده لما اجيلك في what is meant by، حاجة ليها تعريف وفي رقم، الرقم ده يتفك الرقمين، الرقم يتفك الرقمين، وهتعرف كلام ايه في سنة تالتة اعدادي ان شاء الله. يبقى انا جبت التعريف، وهتلاقي في التعريف في كلمة one، ممكن تقول التعريف التاني، مع density قلنا ليها تعريفين، بس ايه اللي يعجبك؟ That means that the mass of 1 cubic centimeter of iron equals 7.8 جرام. يبقى انا جبت له ادي الرقم بتاع الفوليوم، وان الماس هيطلع ب 7.8 جرام، قلتش جرام بير كيوبيك سنتيمتر، قلت جرام بس. طيب ده كان الدنسيتي. هنقف لحد هنا، نراجع التعريفات بتاعتنا: مطر وماس وفوليوم ودنسيتي، نراجع القوانين وحل المسائل، وإن شاء الله نلقاكم في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.